خب حبيبي اعطى امك وسلم عليها ان شاء الله. حبيبي مع السلامه. لا اله الا الله. سك الباب. من وين تحكين؟ من هذا اللي وزيت تحكينه؟ هذا حسام ولد اختي. ايه الله يصلحه ويخليه لاهله. اقول هلا. أبروح السوق وش تبون انتم؟ نبي لحام وخضار وفواكه وموز وتفاح زين. اللحم مشي خشت. الخروف العادي يسوى 1008 والخروف الطيب يتعدى 2000. خلي هذا كله ما علينا منه. لكن الخضار والفواكه اللي مالت للسوق طول الموسم كل مكان تجي تلقى الخضار ما ادري منين تجي. خضرتنا حنا خضرتنا العاديه ما هي بتطلع الا بالشتاء ما ادري ليش. زين خلاص اجل جيب لنا دجاج. دجاج؟ دجاج ما غيره؟ دجاج انا والله ما احبه. يقولون كله هرمون. عادي ما فيها شيء، خلينا ناخذ هرمون، يصير المجتمع كله مفخخ، اي ما فيها شيء كمال اجسام. يا ابن الحلال تقعد توسوس، ومن اللي قال لك ارفع هرمون ونزل هرمون؟ بس خلنا ناكل الدجاج والحمد لله نصير بصحه وعافيه. ما يهم، الدحيه وين راحوا يا حرمته؟ راح المطعم. انت تعرف ان منال ما تاكل الفاست فود المشبع بالدهون والكوليسترول. الله يكفيها وشر هالمطاعم واكلها. زين لا تنسى المقاضي وترجع البيت وتقول الجيب فاضي. الله يطول اعماركم. ما ابغى شيء يرمى من مزرعه الدواجن، يكفي ما جانا من خسائر انفلونزا طيورها وجنون البقر، ترى ذا شيء مخسرني ملايين ملايين، تفهمون ولا لا؟ بس يا شيخ مناحي الحين في دجاج كبير وما يستفاد منه، هذا كيف نتصرف فيه الحين؟ وصل احساسك. شوفوا يا شباب، شوفوا الموزعين ها سواقين الدينات ياخذون الدجاج الكبار على الكبار يوزعونه على الخطوط، على الخطوط خارج الرياض وبنص القيمه، والباقي شوفوا البنغاليه والهنود والباكستانيين اللي شغالين في المطاعم عطوهم بعد بنص القيمه، وزعوه صرفوه بدون خسائر. طيب والدجاج الكبير هذا طال عمرك؟ سوال وجيه جدا واشكرك عليه، الباقي من الدجاج الكثير هذا تاخذونه تحطونه في الفرامه، تفرمونه 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 لين يصير ها علف للدجاج الموجود عندنا، اكلوه وسلمونه عليه وقولوا من طرف الشيخ مناحي. يا جني مبكيك يا طويل العمر، بالنسبة للإعلاف لا تشيل همها، لأن الهرمونات الكيميائية الله يحييك تنفخ الدجاجة في 11 يوم وتخليها أكبر من النعامة، ها؟ وصالحة بعدين للاستهلاك الآدمي. وصل إحساسك وكثر لي من صلاحية الاستخدام الآدمي. أبغى الدجاجة خلال أسبوع تكون بطة ما 11 يوم، 11 يوم معناته لو ضربناها في كذا كذا يطلع لنا خسائر ملايين، فهمت ولا لا؟ يلا. السلام عليكم. ايش ذا يا عمي؟ كله منك، طارت. طارت؟ وش اللي طارت؟ الذبابة، أبغى أصورها. أسوي عاد. اسمعيني، أنا شفت الكاميرا هاي ثاني مرة معك، أخذتها وكسرتها. أنا مصورة فوتوغرافية، وخليني أمارس هوايتي. خليني أمارس هوايتي، اسمعي عاد. خلي عني الخطر هذا كله. وين غدانا؟ جيبوا غدانا يلا. ما في غدا، ما طبخنا، طالبين من برا اليوم. طالبين من برا؟ انتم تعرفون اني ما احب المطاعم ولا اكل المطاعم. وبعدين بعض المطاعم هذه اكلها ما ينوكل، ما ينوكل، شغله مو بزين. واللحم اللي يجيبونه ما ادري مين اللي يجيبونه. السلام عليكم. عليكم السلام. منال حبيبتي خذي لك هذا هم. ودي اجهز الغداء، وعلى فكره ترى 76 ريال حاولت اصرفها البنوك مقفله، ضربتها بالسعودي طلعت كلها 7 ريال، فبالتالي بعطيك اياها كاش. كيف الحال يا ابو الحي؟ اهلا وسهلا. ايش دخل اللي انا طلبته بالبنجة دحوم؟ حبيبتي انت مرسل رساله في الجوال تقولي جيب لي 76 ين. او ماي لورد، ما صدق. اقول لك تحين السكس يعني تا
والسفن يعني ها يعني تحين تحين. أمك قالت لي أرسل لك كذا أشبك. أمي في نص الجبهة، في نص الجبهة أبو دحيم. يا ناس ارحمونا من الأكلات السريعة هذه، ارحمونا وارحموا أنفسكم. هلو هلو أمريكا، هاودو يودو أفريكا، طلعوا شباب الهيش بيش، بربي كشتو كنو كبيش. علي باشا ممكن تاخذ البنفسج سرسورة؟ ما شاء الله عموري وصل عندنا، متى وصل يبا؟ يا شين السرج على البقرة في نص الجبهة. أنت ما صرتي مرة وعاقلة وتركتي عند هالهبال. اسمعي علمي البنت منال هذه تعرف وش تشتغل بالبيت، علميها شغل البيت. إذا كانت أمها معلمتها علميها أنت، علميها من طقطق. لا سلام عليكم. لا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كريم متحيي في نص الجبهة. على مالك يا شيخ مزنا لا تزحلقين على الدرج، ترى الدرج غالي ورخام، البلاطه لحالها ب 66 ريال شاريها كلها. ما شاء الله ما شاء الله، هذا ايش قاعد يسوي؟ قال ببيتنا ساهر ما في الا تشك تشك كانك في شارع التحليه. يو يا مناحي ترك زحكتني. زحكتني؟ يعني ايش زحكتني؟ يعني ضحكتها. ناري لليل والله، ذا المصاريف ما خلونا شيء. زحكتني يا ضحكتني يعني، وزعجتني يعني زعزعتني. لا اله الا الله. عموما اتمنى تمسحين كل الصور اللي في الجوال، لان لو ضاع الجوال منك صور الشيخ دليل كلها تنشر في النت وفي تويتر وفي الفيسبوك وفي البالتك. ويش فيك يا مناحي؟ انا جالسه اصور تسريحتي حق رفيشتي منوش. يا ويلي ويلي منوش؟ منوش يعني منال زوجة التحيم. منال زوجة التحيم. عموما يا بنات منتوشي منفوشي خنفوشي كنفوشي معرفوشي زايشي، هذا كلام فاضي كله. انا جوعان، روح للمطبخ وجهز لي الغداء، خلوني اتغدى واروح عندي اجتماع اخر غداء. تغدوا انتم براحتكم، انا طالبه ديليفري. يا ويلي ويلي من تلفلي ذا؟ لكن اخو منشوخي. لا لا ديليفري، تعرف انت دلي اختك دائما دائما تحب اكل برا، ما تاكل شيء من البيت، هي عمرها ما شافت المطبخ. اوف يعني اكل مطاعم؟ يا مهبوله تاكلين من اكل مطاعم، انا اقشر واحد يعرف اكل المطاعم، كل اللحوم وكل الزيوت وكل قسما بالله بعض المطاعم يقولون يقطعون حمير يحطون البني ادم ياكلونه، مهبوله كل يسوي سمنه ومشاكل. يا حمير وش تبغاني يعني؟ تبغاني انا اروح للمطبخ واقصص التمات والبصل؟ لا يا دليل خلاص، تبيني انا اجي اروح للمطبخ واقص تمات وبصل لحالي؟ شوفوا والله اللي بيحصل في الصاله دي تمات وبصل وتذبيح بني ادم. يلا المطبخ بسرعه لا يجيكم المواد، قالوا تمات وبصل. يلا يلا يلا. عطني المايونيز يا محمد. ابي اعطيك المايونيز بس بشرط ابيك تطلب لنا من الهمبرجر ذا اللحم، ترى زين. لا ما يشبع اخوي ما يشبع، مثل اللي طلبناه البارح. لا اللي تغديناه اليوم، وتعرف ما اعرف اسمه وفشله اقول له همبرجر. شوف شوف لو سمحت يا صديق. تحوم يا روح دحوم وقلبه وحياته انت. امريني امريني حبيبي. اي احلى ديكلوتي ولا ريغولون ولا شارلستون لويست؟ واو لويست هذا افضل ممثل عندي، احب اتابع افلامه، بس متى يجي؟ هو شارلي شابلون ذول اللي ناقزون، يا انا اعشقهم عشق. او ماي لورد شارلستون يعني بنطلون ضيق. في نص الجبهه. عموما استون 70، اتمنى تقومين وتقلبين وجهك لاني ما ابغى اشوف وجهك. يلا خلاص خلاص خلاص، ليش معصب؟ هدي هدي، وثاني شي ما يصير كذا تاكل وتنام، تجي نلعب رياضة؟ أقول قوم اطلعي برا، أنا بخصب بطني. طيب زين أتفي؟ أتفي عليك وعلى أشكالك، وش اللي أتفي؟ أنت إيش بيك؟ أسألك أتفي؟ إذا في أهلك خير أتفي، وش فيش بسوي فيك؟ أتفي النور النور، قصدي النور. أتفي علي وعلى أشكالي اللي ما فهمتك، بس لا تواخذني ترى في الإنجليزي والفرنسي أنا بعدني شوي لك علي يعني، بس ممكن تتفي النور وتتفي وجهك برا. يلا منوحي أتعرف جارنا أبو نايف؟ أي معروف. جاب كوسة بيتهم طول ولده نايف اللي برابع ابتدائي. والله يا شيخ همزنا هذول الناس ما يخافون الله، يحطون هرمونات في الخضرة. ولا عمرك شفتي بردقان في الصيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله ينتقم منهم يا منوحي، سببوا أمراض للناس. آمين. تصدق يقولك حتى الدجاج حطوا فيه هرمونات؟ الله ياخذهم.
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. أول شيء المفروض ما تدين على خلق الله، خليهم، فهمتي ولا لا؟ ثانيا الحقيقة معالي الوزير ها في إحدى تصريحاته قال إن الدجاج المحلي ما في أي هرمونات وإن دجاج 100% وبرا كل المزارع والدواجن السعودية. الحمد لله. الله يطمنك يا منوحي. المهم مو هذا موضوعنا. ها. أنا عندي سؤال أبيك تجاوبني بصراحة. أي والله أنا أشبه أهم شيء يكون السؤال ما في أكشن ولا في دجاج ولا أي شيء من ناحية هذا. منوحي السؤال بعيد مرة 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 عن الدجاج. وشو؟ هل ينام الحب ليلا؟ أم هل الليل ينام حبا؟ أم أنا والليل ننام حبا؟ أي طيب وين السؤال؟ سألتك منوحي. أي أنا أبغى السؤال عشان أركز في الإجابة وأتمعن فيها وأعطيك إجابة كافية ووافية. سألتك منوحي إيش فيك؟ عيدي لي عيدي مرة تارة أخرى. هل ينام الحب ليلا؟ أم الليل ينام حبا؟ أي. أم أنا والليل حبا لا ينام؟ عرفت عرفت حل اللغز عرفت حل عرفت عرفت حل. وشو؟ هذا القمر. رمضان إذا جاء ها إذا جاء رمضان قالوا هل هلالك يا رمضان جانا جانا رمضان هل هلالك يا رمضان من القمر الهلال. منوحي أنت تدل المحل شرينا منا البيجامة؟ أكيد حتى أنا لابسها ما كويتها ولا شيء من الكيش إلى على ظهري مباشرة. حياتي الله يخليك تروح ترجعها بأسرع وقت ممكن، وإذا ممكن نرجع بيتنا القديم، وإذا ممكن تنام هنا بهذه الزاوية. تصبح على خير وما أتمنى ما أشوفك. تصبح على خير. هل ينام الليل حبا أم ينام الحب ليلا أو ينام؟ عرفت عرفت حلها. السحل بعد السحل بعد السحل بعد. إنوفا انسجام كل يوم. يقولوا إني أنسجم مع أي وضع، ألبي احتياجات كل أفراد عيلتي، تقدروا تقولوا عني عملية، أكيد أنا كذا. إنوفا انسجام كل يوم. For the day. For the night. The challenge. Boss bottled for men. Fragrances for success. رمضان كريم من المتحدة للسيارات. أنا الدجاج أمشي. قدرت أتعلم. فصلي لربك وانحر. قدرت أتكلم. الذهب يروي لنا حكايات روشيه، قصة الشغف الحقيقي للجودة، الخبرة العريقة والإبداعات الراقية. هنا ولد روشيه من حبات البندق الفاخرة وأجود أنواع الشوكولاتة. روشيه اسم من ذهب يحول كل لحظة حين تقدمه إلى لحظة ثمينة. فيريرو روشيه في رمضان المبارك نور من القلب في قالب من ذهب. ذكري إطلالة جريئة مع أحمر الشفاه كولر إليكسير من ماكس فاكتور، اختيار خبراء تجميل النجوم. بشرة ناعمة لأربع وعشرين ساعة بعطر المسك الساحر، بازلين المسك المخملي الجديد.
وش حبيبتي قولي. منوش أمانة أمانة، وش قلتي يعني أول ما شفتيني؟ وش حكيتي؟ صراحة أول ما شفتك قلت ياي إيش دي المكرورة. طيب وبعد ما عرفتيني وش قلتي عني؟ حقيقة قلت ياي مرة مرة كيوت. ثانكس. تتلي مين؟ طيب دلوش، وأنا أول ما عرفتيني أمانة وش قلتي عني؟ تبيني الحقيقة ولا تبيني أكذب عليك؟ لا مو بلا الحقيقة. أنا أول ما شفتك وانتي في الجامعة مع البنات مع الجروب طالعين من الكلاس، قلت ياي حيوانين أقصدهم هم. ولما شفتك قلت ياي من هذه مرة 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 مكرورة. أوه ماي لورد. طيب وحين إيش لقيتيني؟ الحين أقول عنك إنك أنتي مرة 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 كيوت. يا لبا يا لبا قلبك. تخيل سامي يطلع مذيع التلفزيون في نشرة الأخبار ويقرأ نشرة الأخبار بالطريقة الجديدة للبنات الكيوت والشباب الكول. أود سفن مي نايندر مسؤول بوزارة الفايف ثري إن مزار ثري الدجاج الموجودة في الثري ودية تست فايف دم الهرمونات الكيميائية، وأن سفن دل فايف بر ثري أري إن من الفايف سفن ناين، ويجب على المو سكس نين أن تي سي. الحمد لله. وش الكلام اللي تقوله يا دحيب؟ وش معناته؟ معناته انت دروسك يا سامي في مصدر مسؤول في وزارة الزراعة، ها؟ طالع في التلفزيون وصرح ان الدجاج في السعودية ما في لا كيمائي ولا هرمونات، بس في اشاعات طالعة ان الدجاج في السعودية فيه الشغلات ذي، وقال المواطنين ياخذون حذرهم وان الكلام هذا ما له اي اساس من الصحة. دحيب زد سمعت عن طال عمرك تيس حلوب؟ أمّا وش تقصد؟ إيه يقولون مناحي عنده تيس يطلع حليب، وحليب هذا يشفي من جميع الأمراض. عاد اسمع يا سامي، تيس حلوب قطار يغرز، ترى الكلام ده والحركات دي ما تمشي عليه، يعني اقلب وجهه. أنت وين راح تفكيرك أنت؟ يا تحييم أنا مستعد دراهنك على هالتيس ذا. والله شوف يا سامي، أنا ممكن أقتنع في كلامك في حالة واحدة، إذا صار في تيوس جنس ثالث، ولا شباب يتفخون صدورهم ويصيرون ياي جنس ثالث بعد، هذه ما هي راكبة معي بصراحة. بالله عليك في تيست جنس ثالث؟ يعني بدل ما يبعبئ ينعمة. شطة شطة لو سمحت شطة. تهومي حبيبي؟ ها أقول لك يمكن ذاك الشيء يكون صار. والله يمكن اذا ترمسها شق في جبهك، فاهمه ولا لا؟ ترى بقض ضروسك. تكلمي زين. تهومي حبوبي. تكلمي زين. او ماي لورد، وانا كل ما باجي افرحك انت تكدرني؟ ليش دايم معصب؟ يا صبر الارض صبره. خير خير، قولي ليش عندك، يلا سمعينا. يعني يكون يمكن في بيبي جاي في الطريق. طريق الحاير، طريق المكفاهد، ترى هذه قديمة حبيبتي، تجي رسائل إنه إذا شفت أي بيبي أو أي طفل أو أي شيء بالخط لا توقف له، لأنه ممكن يكون كمين، هذه معروفة. عندك غيرها؟ توتو وش فيك؟ يعني أكون حامل. أو ماي جاد، حامل؟ هبرك ساعة، هذا اللي أتمنى. شوفي بروح أبلغ أمي وأبوي وأجي. لا 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 لا، خلينا نفرح إحنا بالأول كذا بطريقتنا الخاصة، نروح نتعشى بمطعم، نروح مكان كذا مرة راقي، وبعدين نجي نفرحهم. اوه ماي جاد، تستاهلي اوديكي اركى مطعم في الرياض. في الرياض اروح ابلغ امي. بروح ابلغ امي. اخي عنا يا حل عنا من شان الله. يلا اذا بشوف وشك مره ثانيه هون رجليك بدي اقصهم، فهمان؟ ولا تعمل زي صاحبك لما تجيهن هون مره ثانيه. يا حبيبي هون ما هون، صاحبي كاتب في دفتره وفي تقريره ما في ملاحظات على المطعم، واللي عندك لحم خايس ودجاجك كبير ولا يصلح للأكل، وأنا راح أرفع تقريري هذا، وهذا يعتبر خيانة للأمانة. يا الله خوفتنا الصراحة، خفنا أنا والزلمة. ها حبيب قلبي الله يرضى عليك، روح إليك يا حتاخذ 500 يا ما نشوف وشك. يعني تعطيني رشوة؟ ها لا يا حبيبي، أنا راح أقفل مطعمك هذا وراح أحملك غرامة غير العمالة السايبة اللي عندك اللي بدون شهادات. حبيب قلبي يا ما تسكر المطعم ويا ما بدلنا عمالة، ها ما بيهمنا نحن الموضوع. يلا حبيبي يلا. حبيب قلبي وينك؟ بعت له وجبتين على البيت ماشي؟ ايه. يلا يا شباب كملوا الشغل كملوا.
يا اخويا حبيبي ما يصير يا اخويا حبيبي يا حبيبي انا سمعت كلامك يا اخي معاله يا اخي لي ساعتين واقف من نطلع برا بعدين ما اكل اخر المطاعم يا اخي انت رقمك كم رقمك كم 54 لسه ما شايف الناس دي كلها واقفه قدامك لسه احنا الاهداف في 29 اصبر طيب على بنت يا اخي عالم عالم مو واحد يرجع ياخذ ودي بيته عالم حرب برا يا ابو شباب ما شايف الناس دي كلها قدامك اصبر شويه اصبر شويه انت بعد يجي رقمك بنجيب لك الاكل لحد عندك طيب الله يرحم امك عجل علي كويس اوكي اوكي يلا يا اخونا يلا 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 مايكل جاكسون الجرادية خير إن شاء الله وش الموضوع؟ شوف يا تحيم والله أنا قلبتها يمين يسار أبغى أصير شيء في المجتمع أبغى الناس يأشرون علي طالعوا طالعوا ما لقيتها وفجأة وطل في المراية وأشوف المراية طن 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 وألقى ذاك الجمال اللي هو جمالي وزيني وسملحي قلت حسافة والله خويتي اللي شفتني بتقول يا الله خقق وقررت حال أصير كول يمكن أحد يعطينا وجه يعني شوف يا الحبيب ترى أنت فاهم الوضع غلط الشباب الكول هم الحلوين اللي هم أمثالي أما الخوال اللي أمثالك ترى مفروض ما يسمونهم شباب كول يسمونهم شباب هوت طيب طيب أنت دائما تحطمني كل ما أسوي شيء تحطيم تحطيم يا أخي أرفق بهذا الشاب الضريب يوم من الأيام عطني تشجيع يا أخي بعدين أنت من تبقى أكوت شيء ولا أكوت شيء بس صار يعني اسمع يا الكول انتبه ما قلت الكور الكول ترى انا عندي خلفيه تامه من زوجتي ملان على الحركات ذي فانتم مثلك وشرواك المفروض يسمونهم الكوليين المتنتنين فهمت يا الخال وش الخال دائما دائما تحطمني يا تحيم المهم انا ما نفاضي لك انا مبزوز انا بيزي يعني مشغول أبروح اجوجل واتنتن يعني انتنت يا اخوي اقعد اقعد ترى الله بلاني في البنات الكيوت والشباب الكول اللي مثلك اللي فاهمين الموضه غلط جايينها كذا من ورا ما في روس امهم بسمعك اغنيه كاتبه فيكم انا اتحداك اي والله اغنيه لنا انا اي طبعا خاصه بالشيون امثالكم يلا سمعنا يلا يا ولدي يا اللي كلك كشيش انا خشمك انا دبت الشيشه والشعر طاير كم الخيشة من شاف وجهك حرم العيشة والعقل وزنه وزنها الريشة يا طيب احنا كون يه 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 مان والحقيقة بحكم ان الحين في مزرعة دواجن ها حنا في موسم غرس البيض ها فبالتالي بنغرس البيض ان شاء الله ونرشه بالمويه ان شاء الله وان شاء الله انه يعني يطلع دجاج حقيقي 100% يلا يلا يا الله ادفنوا ادفنوا اعطني اللي اعطني اللي اعطني اللي اعطني اللي اعطني اللي ايه يلا ادفنوا 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 ايه رشه 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 يلا التوفيق يلا في دجاج 100% بدون فتامين يلا التوفيق امسك امسك خلني اقول لي كلمتين كذا بوجهها لواحد عزيز على قلبي الحقيقة يا معالي الوزير ها حنا غرسنا البيض ورشيناه علشان يطلع دجاج 100% وما يطلع حلفانك كذب وبكذا إن شاء الله أنك ما تصوم 3 أيام فرصة سعيدة معاليك رشو زين رشو زين رشو زين هذه أخبار والحين بعد قلبي هلا من هو الرجال اللي حسيت وياه
تغارب وتحية. هذا حسام ولد اختي من نوفينا يعني. حسام ولد اختك؟ حسام ولد اختك صغير على الكبر، شلون صار هذا؟ حبيبي احنا في عصر السرعة، والشباب ما شاء الله هالأيام يكبرون بسرعة. أنا بستاندك يا خالة. السلام عليكم. يلا بعد الله. بسم الله عليك طاح، ذبحت قوم يا يمه قوم، تعورت؟ حبيبي يا حلوة. الله يهداك بس يا أبو دحية، ما احرجتني مع الولد. وش فيها؟ كان صغير وصار كبير، كان طفل وصار شاب، وبعدين شباب هالايام ما شاء الله يكبرون بسرعه من هالوجبات السريعه. ما هو بسرعة من كف اللي بيجي على الوجه، اما صرت عمر 9 سنة، وش استفدنا من الدلع على بناتنا؟ غير انه مستحيل انهن يصيرن ضباط بيوت وبس اولادنا عن عائله. تكبرها الله يهداك بس، وبعدين الدلع حق البنات. هذا ان اكثرهن قاعدتن ببيوت من السمنه. مثل الدبب دبب. انا احذركم من هذا كله. شوفي مرت ولد سمو دحية مرميت بالمستشفى صايبها تسمم لك المطاعم. انا ما ادري بنات هالوقت واولادهم يوم وليله ولا اطول منك، وشعورهم نص ظهورهم كله من الهرمونات. الله يسفينا شر اخره يا مدحية. انا شكو قاعد يتهمني؟ انا ماني مسؤوله عن المجتمع كامل، مسؤولتين عنك. إذا تبي تصير مرشد صحي ولا تشتغل بالإعلام ولا تشتغل يعني في الصحافة ولا غرد في تويتر حتى، واكتب هالمعلومات على الملأ لكل الناس بتقرأ وبتتعب. صدق يا تحيم، من يوم سمعت تصريح وزير الزراعة وأنا آكل الدجاج، ما أخاف من شيء أبد. أنا ما ارتحت يا سامي إلا يوم حلف وزير الزراعة أن ما له صدورنا أي علاقة بالهرمونات. حتى أنا يوم حلف صدقته. أنا اللي بحلف مع الوزير ها ان سلامنا يا سعوديين بعد كم سنه بيصير بالصدور، ما عاد في بالخشوم يعني ديدك. شوي 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 فيك يا اخي، في هرمونات. اي والله حتى انا حسيت. يلا يلا مشينا بس يلا. دمها الدنيا مشاهد، عيش بس اسمع وشاهد، افهم المضمون واسكت، تلقى في المضمون شاهد.